الإحسان له أوجه وله صور، من صوره الزكاة هي إحسان، وهي فرض واجب، وهي حق الله عز وجل، وهي حق الفقراء، أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا. وفيه وجه آخر للإحسان، وهو وجه الصدقات، والصدقة تطوع وكرم وجود. وفيه وجه الوقف الذي يوقف مالا أو عمارة أو يعني أرضا ويكون أصلها ثابت، لا يباع ولا يورث ولا غيره، ولكن أرباحها وإنتاجها توزع في أوجه الخير على مدى الزمان، فهذا صورة أخرى من صور الإحسان. وهناك صورة الكرم والجود بالإضافة إلى قضية الصدقة، يعني في نوع من الصدقة هي للمحتاجين، أكو في كرم وجود، وهو للضيوف وللأقارب وللأصحاب، فهذا كله من فنون الإحسان، وهناك أوجه وصور للإحسان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو المثل الأعلى في قضية الإحسان والجود والكرم والصدقة، وتلقى هذا المعنى منه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. ونحن نهدف من وراء هذه الحلقات أن نتعرف على هذه الأوجه وعلى المعاني العميقة التي فيها، وأيضا نتعرف على هذا الجيل العظيم، جيل الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، هذا الجيل الذي طبق الإسلام كما جاء غضبا طريا نقيا صافيا. يا ليتنا نقتدي بهم اليوم، ويا ليت هذه المعاني تعود من جديد، ويا ليت اقتدائنا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني يذكرون حاتم الطائي في كرمه وجوده، ولا يذكرون إبراهيم عليه السلام الذي كانوا يسمونه أبو الضيفان، إلى درجة أنه كان كل يوم يخرج يبحث هل في مسافر، هل في ضيف، لا يحب أن يأكل وحده، هكذا كانوا رضوان الله عليهم. فالحرص إذن على الكرم والجود والإنفاق والإحسان هي من صفات أهل الخلق وأهل الإيمان. ومن فن الإحسان معنى جميل ولطيف، هو من المعاني التي جاءت في القرآن الكريم، بل حصر الإسلام والقرآن الكريم حقيقة الإحسان فيه، فقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوف المعنى، المعنى هنا معنى مهم، يعني في بعض الناس يتيممون الخبيث منه ينفقون، يعني يبحث عن الأشياء اللي هو مستغني عنها، حاجة خربانة، حاجة مالها يعني فائدة، حاجة ممزقة، فيتصدق بها، لا بأس، هذا من الإحسان. لكن حقيقة الإحسان، حقيقة البر، أن الإنسان يتصدق وينفق ويحسن مما يحب، الأشياء التي دخلت في قلبه من أمر الدنيا يتخلص منها، فيحقق أمرين، يحقق أمر وهو الإحسان والصدقة والجود، لكن يحقق أمر آخر وهو أن يكسر حب الدنيا الذي تغلغل في النفس. ولذلك من القصص الطريفة في ذلك قصة لابن عمر رضي الله عنهما، وهو أنه كان يوما على راحلة، راحلة هي الناقة التي يعني تصبر على السفر الطويل، كان على هذه الراحلة فأعجبته هذه الناقة، أعجبته، دخلت في نفسه، فلما أحس بذلك قال لمولاه نافع خادم عنده، قال: جهزها للذبح في سبيل الله. تخيلوا، يعني مثل واحد عنده سيارة من أفخم السيارات وأجمل السيارات، وصار الناس يتكلمون عنها، فقرر أن يتصدق بها. فنافع يعني لو تذبح غيرها، الحصول على ناقة من الجياد التي تحسن السفر الطويل وتصبر عليه نادر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني 1% من البشر هم الذين يعني أصحاب الهمة والعطاء والمعالي والطموح، قليل. وكذلك في الإبل، من كل 100 تجد واحدة تصبر على السفر الطويل تسمى راحلة. فنافع يعني آلمته نفسه أن تذبح هذه الراحلة، يتصدق بها، يذبح غيرها. فقال نافع لابن عمر رضي الله عنهما، قال: لو ذبحت غيرها، مثل ما يقول حرام، يعني هذه غالية الثمن، نادرة الحصول على مثلها، فأذبح غيرها. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: أعجبتني. شوفوا الكلمة الجميلة والمعنى العميق، أعجبتني، الله الله، أعجبتني. وقال رضي الله عنه: ولن تنالوا البر
حتى تنفقوا مما تحبون. إذن حقيقة البر كما فهمها الصحابة الكرام، حقيقة البر هي هذا المعنى، أن الإنسان يبحث ليس عن أسوأ الأشياء فيتصدق به، وإنما عن أحب الأشياء إلى نفسه فيتصدق به. ويؤكد هذا المعنى قصة أخرى، قصص كثيرة وكثيرة للصحابة الكرام في نفس المعنى، لكن من القصص الجميلة في هذا والتي تشجع على الإنفاق والخير وخاصة مما يحب الإنسان، قصة أخرى لابن عمر رضي الله عنهما مع السمك. نعم السمك، السمك تعرفون في جزيرة العرب كان نادر، يعني خاصة المناطق مثل مكة وكذا ما كانوا يعرفونها، يعرفون المناطق الساحلية ما هو معروف ولا مألوف إلا القليل. فيوم من الأيام مرض عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مرض واشتهى السمك، فبحثوا عن سمك في المدينة فلم يجدوا إلا سمكة واحدة، جابوا السمكة شووها جهزوها له، فبينما هو يكاد يأكل الآن حطها أمامه وخلاص حيأكل منها، وإذ طرق على الباب فقال من؟ فقال سائل، يعني فاحد فقير محتاج يسأل. فهنا قال ابن عمر أعطوه السمكة، ما فيه إلا السمكة الوحيدة اللي حصلوا في المدينة وهو مشتري السمك ومريض، قال أعطوه السمكة. فتألمت زوجته، زوجة ابن عمر رضي الله عنه، تألمت لحاله وقالت له لو أعطيته درهما كان أنفع له، يعني بدل ما تعطيه سمكة، هذا إنسان محتاج، تعطيه أموال، تعطيه فلوس، تعطيه درهم أفضل له وأنفع. فرد عليها ردا عجيبا، شوفوا واسمعوا وتأملوا واحفظوا، قال ابن عمر لما قالت له زوجته لو أعطيته درهما كان أنفع له، صحيح المال أنفع للفقير من سمكة مشوية، لكن ماذا قال ابن عمر؟ كلمة خط بماء الذهب، قال إنما شهوتي أردت. الله الله، من أجمل ما سمع في قضية الإنفاق، إنما شهوتي أردت، أنا ما هو قصدي أني أتصدق بس، أنا قصدي أن أكسر شهوة نفسي، نفسي اشتهت السمكة وتعلقت بها. ولن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فهنا معنى إضافي بالإضافة إلى معنى الإنفاق، وهو كسر شهوة النفس والتعلق بالدنيا. الله الله، لما يكون الأمر بهذه الصورة، عندما تصبح الثقة بالله سبحانه وتعالى عالية، يصبح العبد حينها هو الذي يتحكم بشهوته، هو الذي يتحكم بنفسه، لا تتحكم به الدنيا. المؤمن الصادق الذي يفهم فن الإحسان على وجهه الأعلى هو الذي يصل إلى هذا المستوى. طبعا نحن لا نطالب كل الناس أن يصلوا إلى هذا المستوى، لكننا نذكر هذا لأهل الهمم العالية، نذكر هذا للذين استطاعوا أن يتجاوزوا البخل وشح النفس، كما يقول الله عز وجل ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس، سبحان الله، داخل النفس في بخل وفي تعلق بالدنيا، ليش؟ لأن الشيطان هذا شغله، الشيطان يعدكم الفقر، دائما الشيطان يأتي يوسوس، لا تنفق، لا تصدقين يا أختي، لا وراك مستقبل، أولادك سيحتاجون، عندكم مصاريف جاية إلى آخر، لا تنفقوا لا تنفقوا. الله سبحانه وتعالى يرد على هذا فيقول الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالذي يتجاوز هذه المرحلة، مرحلة الشح والبخل والخوف من الفقر والخوف من المستقبل، هذا الذي نحدثه الآن بحديث أعلى، وهو الإنفاق مما تحب. وهذا هي كما قال القرآن الكريم حقيقة البر، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وهناك قصة أخرى نزلت عندما نزل قول الله عز وجل من يقرض الله قرضا حسنا، فجاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحببت أن أقرض الله هذا البستان فهو من أحب الأموال إلي. هنا جمع معنيين، معنى أنه ينفق مما يحب، وجمع معنى أنه استجاب لقول الله عز وجل من يقرض الله قرضا حسنا. الآية لما نزلت الصحابة سبحان الله تسابقوا إليها، يأتي واحد من الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني الله يستقرضنا؟ الله الغني مالك الملك الذي له ما في السماوات وما في الأرض يطلب قرض؟ القرض هو ليس لله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني،
الله سبحانه وتعالى لا يحتاجنا. إذا لماذا يطلب منا سبحانه وهو الغني يطلب قرضا حسنا، يطلب أن نقرضه كأنه يستدين منا سبحانه؟ وهذا لأنفسنا، هو يريد أن يعطي، هو يريد أن يتصدق، فيريد من الإنسان أن يعمل شيئا حتى يعطيه بالمقابل. فاستجاب الصحابة وتدافعوا، الله عز وجل يريد أن يقترض. احنا لما نسلف إنسان يمكن يرجعها يمكن ما يرجعها، لكن الله سبحانه وتعالى لما يطلب منا القرض لن يرجع فقط، وإنما سيرجع مضاعفا يوم القيامة. فهنا استجاب الصحابة الكرام، فقال هذا الصحابي: إني أحببت أن أقرض الله هذا المستعان. يا سلام، يقرض الله وهو الغني سبحانه. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. وهنا أحب أن أضيف معنى آخر مهم جدا في قضية الإنفاق. نحن تكلمنا عن نزع الشح من النفس، وتكلمنا عن الصدقة، وتكلمنا عن الصدقة مما تحب، وهنا يأتي معنى أسمى نضيفه إلى معاني فن الإحسان، وهي أن من أفضل الصدقات أن ينفق الإنسان على أهله المحتاجين، على أهله المحتاجين. وذلك جاء في الحديث أن جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دينار، دينار يعني من ذهب، دينار أجعله صدقة، ودينار أجعله في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار أنفقه على أهلي، أهلي محتاجين، أنفق عليهم دينار، أيهم خير؟ قال: الدينار الذي تنفقه على أهلك. وهذا معنى سأتكلم عنه بعد قليل بشيء متوسع. إذن هنا معنى جديد أتانا الآن في هذه الحلقات في فن الإحسان. أريد أن أؤسس معاني، أريد أن أؤسس مبادئ. فنحن في هذه الحلقة تكلمنا عن مبدأ وهو الإنفاق مما تحب، والآن نتكلم عن معنى آخر وهو الإنفاق مما تحب وبالذات على الأقارب. فهذا الصحابي لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أحببت أن أقرض هذا البستان لله، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ما خسرت. بعض الناس يتخيل أنه لما يتصدق يعني نقصت الفلوس شوية، لا، يأتي الإسلام فيصحح هذا المعنى، يقول له: انسى انسى، المهم ما عند الله سبحانه وتعالى، ما عند الله عز وجل خير وأبقى، فذلك مال رابح، أنت لم تخسر، أنت ربحت أضعافا مضاعفة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي الكريم: أرى أن تجعلها في الأقربين. انظر وتأمل، هذا الصدقة، هذا الإنفاق الذي أنفقته وتصدقت به، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: تصدق، لا تتردد في صدقتك، لكن ابدأ بأقاربك، أي افعل، تصدق ووزعها على الفقراء من الأقارب، هذا أفضل الصدقات. يعني تخيلوا لو كل واحد من الأغنياء أغنى أهله وأقاربه، يبدأ بالأقربين ثم الأبعد ثم الأبعد فيغني أهله، لو فعل هذا لانتهى الفقر بين الناس. في ذلك أجران: أجر الصدقة وأجر الإنفاق على الأهل وأغناهم عن السؤال، أجران. فتأملوا هذا المعنى وتذكروه. ويؤكد هذا المعنى حديث أن زيد بن محمد، كان يسمى هكذا، زيد بن حارثة كان يسمى زيد بن محمد رضي الله عنه، كان عنده فرس تسمى شبلة، وفرس كانت أصيلة وجميلة وممكن يبيعها بثمن غال، فأحب أن يتصدق بها، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحب أموالي إلي شبلة، هذه الفرس الجميل، أحب أن أتصدق بها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها وأعطاها لابنه أسامة بن زيد رضي الله عنه، فأسامة قبل الصدقة. زيد المتصدق تغير وجهه، ضايق، هو يريد أن يتصدق بها للمحتاجين من غير أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن أسامة محتاج وقريب لزيد، فحب أن يؤكد هذا المعنى، أفضل الصدقة أن يعطيها لأقاربه المحتاجين. فلما رأى وجه زيد قد تغير قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد قبلها الله منك. فلنتأمل هذا المعنى العظيم، وهو أن المال يرد في أهل الرجل وفي أقاربه، عند ذلك يضاعف الأجر، لأن فيه الصدقة وفيه كذلك معنى آخر وهو تلبية حاجة الأقارب. هذا معنيين تشكل: صدقة ومساعدة الأقارب، وفيه معنى أنك تغني أقاربك عن السؤال والحاجة. فهذه كلها معاني جليلة
تأكدت في معنى الإنفاق. أنفقوا مما تحبون، لا تبخلوا، اكسروا شهوة النفس وابدأوا بالأقارب. هذه بعض الأساسيات في فن الإنفاق.